لائحة المسابقات أو حتى الانضباط. لائحة المسابقات أهي ده بتاريخ 19/9/2019 أرسلت للأندية من خلال المدير التنفيذي الكابتن وليد العطار. شروط ونظام بطولة الدوري العام لموسم الرياضي 2019/2020. أولاً البند رقم 4، الاتحاد المصري بيقول هنا إيه في شروط المسابقة؟ سنوافيكم للأندية بالمسموح لهم بالدخول من الجماهير وأعضاء مجلس الإدارة والإدارات التنفيذية والمنظمين فور وصول التعليمات من الجهات الأمنية. إذن الاتحاد اللي هيقول للأندية بالنسبة للدخول أو بالنسبة للتأمين الخاص من المباراة، أنا هقول لك اللي هيجي لي من الجهات الأمنية عشان أقول لك الوضع بالنسبة للمباراة إيه. على سبيل المثال 25 من هنا و25 من هنا. يبقى إذن اللي بيتخاطب مع الجهة الأمنية أو الجهات الأمنية في الأمور دي الأب الشرعي. الأب الشرعي اللي هو مين؟ الاتحاد الكورة. الاتحاد، ده واحد. طيب، في نفس اللائحة برضو البند رقم 8 في الصفحة الثانية، في فقرة بتقول في حالة تعذر إقامة مباراة على الملعب الخاص بالنادي لأي سبب من الأسباب، يجب على النادي تحديد الملعب البديل على وجه السرعة وأخذ موافقة صاحب الملعب وجهات الأمن المختصة وموافاة الاتحاد بذلك خلال المدة التي تحددها لجنة المسابقات. طيب، أنا كنادي أهلي حصل تعذر في إقامة المباراة على استاد القاهرة طبقا للجدول المعلن، هل الاتحاد خاطبني وقال لي حدد ملعب بديل على وجه السرعة وحدد لي فارق زمني عشان أقدر أحدد الملعب البديل؟ ما حصلش. هل اتحاد الكرة بعت للأهلي قال له حدد لي ملعب بديل مكان استاد القاهرة عشان تستضيف مباراة القمة؟ ما حصلش. أنا ما يعني هقول لك على حاجة، أنا بيبقى عندي تمرين في النادي الأهلي وهفتح له الجمهور لازم أبلغ الأمن كويس؟ تمام. فإحنا ما إحنا إحنا فاهمين دورنا كويس قوي وكل الأندية فاهمة دورها كويس قوي. ما الأهلي مع اللائحة وعلاقة الأمن بالأندية كلها ممتازة. ده تليفون يعني بيبقى علاقة مش خطابات حتى، دي بتبقى علاقات بالتليفونات والدنيا يا فندم هنعمل كذا 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 اتفضلوا وبالاكل يروح يقول له ابعت لي بس حاجه عشان انا ابلغ بيها الدنيا، والدنيا بتمشي حاليا حتى في الوقت اللي احنا فيه ده بكل السهوله وكل يعني كل حاجه من غير ما حد بيحس. ده مسؤوليه امن ومسؤوليه نادي ومسؤوليه كل واحد بيعمل دوره، وطبعا النادي الاهلي مش هقول لك يعني قاري اللائحه وعارف ولا ما طلع ما ينفعش ما يعملش دوره على اجمل وجه يعني. ده بالعكس، ده اللائحه يا كابتن شريف كمان تحس ان الادوار فيها متلخبطه، كل ورقه وكل بند في اللائحه بتقول عكس البند اللي بعديه. انا قلت لك على حاجه واحده، فين الخطاب اللي راح للاتحاد للامن من الاتحاد المفروض يبلغوا ان المباراه هتقام مثلا في برج العرب وهل في 5000 مشجع و5000 مشجع، هل في 25 و25 بدون جماهير، وهل وهل فين المعطيات دي اللي هي كانت موجوده دي هتخلي الناس كلها تمتثل؟ ما حصلش، بدليل حتى ان هو ما خاطبش الاهلي وقال له صعب اقامه المباراه على استاد القاهره شوف ملعب بديل طبقا للائحه اللي بتقول كده، ده ما خاطبش الاهلي اصلا وقال له الكلام ده. طب بالعكس يا كابتن شريف، اخر ورقه في متعلقه بموضوع اللائحه وهم بيعرضوا جدول المباريات وبيبعتوا للانديه يا كابتن شريف، اخر اسبوع الاسبوع 17 في الدور الاول اللي هو اخر مباراه ليه يوم 24 يناير 2020، في اخر فقره في نهايه الجدول مكتوب طبعا الخطاب من اتحاد الكوره، يمكن يعني مصادرنا في الاتحاد الحمد لله يعني الناس هناك حابه تاكد لنا لا ان في لائحه وفي امور واضحه، فهي الورق موجود ختم الاتحاد توقيع رئيس لجنه المسابقات الاستاذ حسام الزرادي، مكتوب في اخر ورقه ايه او في اخر بند ايه؟ قد يتم تغيير بعض ملاعب المباريات بناء على طلب الجهات الامنيه دون الرجوع الى النادي. طب قول لي بقى يا كابتن شريف مندبي، بيقول لك في حاله تعذر اقامه اي مباراه على الملعب الخاص بالنادي لاي سبب من الاسباب ضروره ان انت تخاطبني وتقول لي ملعب بديل، تمام؟ وهنا بتقول لي لو تم تغيير بعض الملاعب بناء على طلب الجهات الامنيه دون الرجوع للنادي، يعني انت هترجع لي ولا مش هترجع لي؟ انت هتاخد القرار من نفسك ولا انا هاخد القرار واقول لك الملعب البديل ليه؟ لا، قرار الامني هنا بيبقى اعتقد انا بتكلم في العلاقه اللي بين الاتحاد والانديه. لا، ما ده الاتحاد تحس ان كل بند جاي قال لك اتكلم انت الامن، يعني قال لك هنا في المعطيات اللي عندك اللي هو في اللائحه اللي هو باعتها قال لك انت تخاطب الامن، وبعد كده قال لك ايه قد يتم تغيير بعض الملاعب دون الرجوع للنادي بفتره، يعني المفروض تكتب كلمه بفتره عشان انا كمان لو انا المسؤول عن المباراه مش في لو في جمهور مثلا هيروح او في دعوات او 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 ده في طبع، والامن بيختم على المطبوعات دي وبيدخل مع كل حاجه وبيوفر لي المكان اللي انا هروح فيه كلاعبين وك كخصم جاي يلعب، وكل واحد بيبقى رايح المباراه مع كل ما هو في ايده، خلي بالك ان المباراه هتلعب هنا مش هنرجع لمشكله المباراه بتاعت
الفريق السنغالي اللي هو راح الملعب قال لك لا ده انا هنا، ده انا هتمرن هنا، قال له انت مش هتمرن هنا، انت ما فيش اي ما يفيد عندي. مش عايزين نوصل لدي، هي ده الكلام اللي حضرتك بتقوله ده. اللائحه بتقول نفس المشاكل دي، تحس ان اللوائح مش منظمه، لا بالعكس اللوائح ملخبطه، كل بند عكس الثاني، وما تقدرش تمسك اللائحه بقى تعرف دلوقتي المسؤوليه على مين. هل المسؤوليه على النادي عشان ما حددش ملعب بديل زي ما اتقال في البند رقم 8، ولا هل المسؤوليه على الاتحاد انه ما اختارش النادي ان يوجد ملعب بديل، ولا هل المفروض النادي ملوش علاقه لان في بند في الخطاب بيقول ان انا لو اتغير الملعب ما ارجعش للنادي، ااجل دون الرجوع لحق النادي. بص خلينا اتفق معاك انا، هم غلطوا من الاول خالص، اول ما حصلت جواب الاتحاد الافريقي لنادي الزمالك كان لازم الاسبوع ده يحصل فيه بت من بدري، ولا تدخل الامن طرف فيه، ولا تدخل اي حد طرف فيه، ده قرارك انت الاب الشرعي فيه، بتاجل الاسبوع ده يعني، هو بس بتاجل اسبوع واحد. لما كنت برضو عايز تخش في جميع الاركان لازم تبقى في احترافيه جامده قوي، انك انت تخلي النادي الاهلي ما ياخدش يقول تكافؤ الفرص او موقفه او ياخد حقوقه او هتلاقي كل الدنيا ممتثله. النادي الاهلي الحمد لله توب وماشي كويس جدا، مش من مصلحته انه يقعد ما يلعبش خالص، لازم يقعد يلعب.